كان حلمي وأنا صغير أصير لاعب كرة قدم محترف، لكن يوم كبرت ما تحقق الحلم. نقول إني ضيعت الفرص اللي جتني، لكن المرة دي ما راح أضيع الفرصة أبدا. بما أنه يعني كان حلم الطفولة أني أنا أصير لاعب كرة قدم، في ثاني ابتدائي سألني المدرس قال لي وش تبي تصير يوم تكبر؟ قلت له بصير لاعب كرة قدم، بس الله ما وفق يعني، الله ما كتب. فا يعني مررت بي يعني كذا بأيام يعني كذا ودي في هوس عندي في كذا في شيء ما يخليني أفكر إلا في الكورة، سوليف الكورة، كيف كورة، أصحى كورة، أنام كورة، أطلع بعد العصر ألعب كورة لين الساعة 11 في الليل وأرجع البيت أبلعب بلاعب كأنه أنا مرة، أبى أعوض الحلم المفقود هنا في الفيفا. أوكي، وكان أحد أحلامي إني أبدأ مع فريق الوحدة اللي هو فريق المدينة اللي ساكن فيها مكة والوحدة. ومشكلة والله مشكلة، متساهل صارم، لا خليها بالدولار، حمل المسجدات، اي نعم اسطوري، انشي لاعبك المحترف، نعم سوي لاعبي واسميه طبعا احمد، ايه بيست احمد، نعم الوحش احمد، بحطه نفس شكلي نفس طولي نفس وزني كل شيء مرة انا طبعا انا مسوي للجيم فيس، حاط واحد يعني قريب من شكلي شوي. يوم 9 يقول لك استخدم ايوه شوف الجيم فيس نزلناه هذا هو نفس الشيء، شوف طالع فوجي طالع هنا بالله، شوف طالع فوجي شوف نفس نفس الشكل. اوكي طيب من شعري هيك طيب شوف شعر كويس هذا جيب كده شوف يعني شعري منكد شوي طيب اوكي هذا تقريبا يعني ها شوف لو نسوي كذا شوف بس الان بس نحط لون الشعر اسود الله انا سبحانه ما خلقت شوف العين نحط لون العين ليش طولي 183 وزني 89 طيب وتكون السلسلة يعني ألعب فيها وأبدأ من فريق الوحدة إلى أن أوصل ريال مدريد نعم يعني هذا ممكن يكون اسم السلسلة أوكي ممتاز قوت لاعبي 70 أيوة هي في تدريب حط تدريب شيء جديد كويس أضف حصة تدريبية نضف حصة تدريبية رأسيات وكرات مسقطة صناعة الفرص مسار المراوغة صحيح خلينا نطور التجاوز عنده ونسوي بدء التدريب ولا محاكاة التدريب ولا محاكاة الكل جميل طيب نسوي بدء التدريب نتدرب الآن يعني حتى تدريب يمتلك سيفي محاكاة ممتاز جدا طيب خلينا نبدأ طبعا راح تكون السلسلة كل يوم نلعب 3 مباريات يعني كل ما ننزل مقطع أكون ألعب فيه 3 مباريات كحد أقصى وإذا كانت في مباريات ضعيفة أطلب فيها تبديل عشان ألعب المباراة اللي بعدها مشاهدة النتائج ممتاز جدا زاد عندنا التجاوز والتحكم بالكرة يلا الآن نبدأ أول مباراة يقول لك لقد اخترت التشكيلة تشكيلة الفريق يا سلام ممتاز حلوين وش الفريق هذا انا الهجوم ممتاز حلو ممتاز جدا يلا 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 راح نلعب مع الفريق الوحدة وحدتنا والفوز عدتنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا بكم في مباراة يقودها اللاعب الشاب الجديد احمد دوسري في المقدمة يا سلام والله شوف 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 طول حارس الوحدة عيال يا القزم يا سلام ها اوكي كادت يعني كنت بمر من جنبه بس ماش هاش الحكم صفر بطولة كأس الصداقة بطولة السعدادية طيب يا ابوي طيب
لا لا المباراة الجاية لابد لابد اني امسك الفريق كامل، ما يصلح النظام كذا مرة. شوف 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 كيف يطقطقون، ما ما تلعب تكفى ناولو يا ايوه. شوف الحارس القصير بيصد شيء، بيصد الله، لا لا والله استهنت فيك يا حارس، الله هذه خطيرة هذه. كيف تسوي كنترول على ورا والكرة، سوي كنترول على قدام الكرة وراك، يلعن ام السباك. ها والله اللاعب يبي لك تطور، يبي له تعب تعب. وشت لقمونا خلاص انا اوكي. طبعا انتهت المباراه الاولى، خسرنا 1-0 من مدري ايش في كاس الصداقه، وراح نلعب المباراه الثانيه. قبل لا نبدا انا بروح اشوف كم طول الحارس حق الوحده. اي هذا هو الحارس حق الوحده، اسمه سامي فلاتة، فلاتة طوله 170. هذه المباراة الثانية، مباراة استعدادية مع فريق أوروبي والجو غايم. بلعب بالفريق كامل وأضبط لعبي يا ابنا ولا، وخليه يسجل، مو معقول يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، نلعب مع فريق اسمه براستين رورد. طيب أنا قرأت الاسم طيب بسم الله. أوكي شكل الفريق جامد، يا سلام هذا الكرة مع لاعبي يا رباه. اوكي اوه وخطا فادح من المدافع، يا سلام ينفرد ينفرد. اوه ها ها هي يا الله عليك الله 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 الله. قايل لكم الحارس ابو كلب. سلام ها لاعب يهرب، لاعب يشد، لاعب يشد شد 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 يا قهر. ليه كذا ليه؟ لا ما يصد شيء، ما يصد، ما في حارس، احنا ما عندنا حارس، ما عندنا حارس، عندنا فريق ابو كلب. كاس الصداقه ذا حقكم، قطع الكوره يتمشون. لا تصد شيء، انت ليش تحرس تك؟ والله طحت كذا، والله تعبت نفسك. شوف ليش حارس، والله لا تعبنا، فسخ الكباز ونجيب لك شاهي ونقهويك عند العارضة يا ابوي. كاس الصداقة، كاس الصداقة ما جبناه، كيف بنلعب في الدوري ذحين؟ احسن الحمد لله يا رب. صفر حكم، صفر الحمد لله. اوكي كذا احنا خسرنا كاس الصداقة، و لكن مو مشكلة نلعب، هذه كلها مباريات ودية ونكمل. يلا نكمل كاس الصداقة، باقي لها مباراة. يلا بسم الله العب بلاعبي، انا مالي دخل في الفريق، ان شاء الله يخسرون. اهم شيء الواحد يعني، يلا حارس طوله 170، تبان امسك الفريق حارس طوله 170؟ استهبلون، كيف صار حارس هذا؟ هذا مشكلة الكمبيوتر انه ما يلعب بدري، يلعب لك وقت ما تتسلل يا اخي. ام نظامكم، طلعني يا حكم، طلعني، انا ابغى ابدا الدوري، انا ما احب كاس طلعني ندرب، جاتني اصابه طلعني، انا ابغى كاس ابغى العب في الدوري، ابغى العب مع الهلال، ابغى العب. اي حكم ما تبقى من المباراه، فك امنا يا شيخ منهم ومن ايش هذا يا اخي، ما حد يناول لي ولا حنعاني والله الموسم هذا مع الوحده. اوه كاس الملك، اوكي خارج الارض. طبعا على فكره يا شباب الوحدة ما حققت الدوري تقريبا حول 45 سنة من زمان، قبل 40 إلى 45 سنة. طبعا نحقق حلمين، نحقق حلم الوحدة ونجيب لهم الدوري في الفيفا هنا، ونحقق حلمنا نصير لاعب كرة قدم. فهذه شيء إن شاء الله تصير. أوكي راح نبدأ من الانطلاقة قوية جدا من المقطع القادم، هذا مقطع يعني كان تعريف وكذا وطقطقة وذا. واشتركوا في القناة إذا ما اشتركتوا، وسوونا لايك ومع السلامة.